السلام عليكم متابعين الأعزاء. يتساءل الكثيرون، أين كان عرش الله قبل خلق السماوات والأرض؟ هذه ليست قصة خيالية أو حكاية للتسلية، بل هي حقيقة تروي لنا قدرة الله وعظمته ليكون لنا فيها عظة وعبرة. نأخذكم اليوم إلى ما قبل خلق الأنبياء، بل حتى قبل خلق السماوات والأرض، إلى بداية كل شيء. الله سبحانه وتعالى هو خالق كل شيء، كان ولا شيء قبله، وكان عرشه على الماء، كما روي في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله قوم عن أول هذا الأمر، فقال: كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، ثم خلق السماوات والأرض، وكتب في الذكر كل شيء. الله وحده الذي خلق الزمان والمكان وأوجد كل شيء من العدم، وهو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا شريك له ولا منازع. فكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. وجاء في القرآن الكريم: وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء، لتكون بداية الخلق من عرش الله الذي كان على الماء، ثم خلق السماوات والأرض ليبتلي عباده ويختبرهم ليبلوكم أيكم أحسن عملا. في رواية أخرى سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم: أين كان ربنا قبل أن يخلق خلقه؟ فأجاب: كان في عماء ما تحته هواء وما فوقه هواء، ثم خلق عرشه على الماء. وفي حديث آخر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مراحل الخلق، حيث قال: خلق الله التربة يوم السبت، وخلق الجبال يوم الأحد، وخلق الشجر يوم الاثنين، وخلق المكروه يوم الثلاثاء، وخلق النور يوم الأربعاء، وبث الدواب يوم الخميس، وخلق آدم عليه السلام يوم الجمعة في آخر ساعة من ساعات النهار. قبل كل شيء كان الله ولا شيء معه، ثم خلق الخلق واستوى على عرشه. عرش الرحمن هو أعلى وأعظم المخلوقات، وهو سقف الجنة، ومنه تتفجر أنهارها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، وفوقه عرش الرحمن. ختاما، إذا كان لديك قصة معينة ترغب في سماعها، اترك تعليقا وسنرويها لكم في الفيديو القادم بإذن الله. ولا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة لدعمنا حتى نواصل تقديم المزيد من القصص المشوقة